مشاهدينا في كل مكان بنرحب بيكم، ومعانا النهارده الحقيقه في فقرتنا من داخل مكتبه الاسكندريه اللي بتعد واحده من اهم المعالم الثقافيه والاثريه في المنطقه العربيه بل والعالم اجمع. الحقيقه مشرفنا في هذه الفقره الدكتور احمد زايد مدير مكتبه الاسكندريه، ويعني متخصص وخبير في المكتبات والمحافظه على التراث الثقافي. اهلا بحضرتك يا فندم ويوم حضرتك سعيد. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيكم في المكتبه. اهلا بيك يا دكتور احمد. يعني في البدايه واحنا في مكتبه الاسكندريه احنا كنا في جوله وشايفين فعلا صرح عظيم، مناره للعلم والمعرفه مش بس في مصر ولكن في العالم كله. ولكن فكره احياء مكتبه الاسكندريه، احنا عارفين مكتبه الاسكندريه بالتاكيد تاريخ يعني على مدى العصور، مكتبة الإسكندرية نقدر نقول الحديثة أو ما بعد إحيائها، حضرتك تكلمنا عن القصة. يعني هو طبعا السؤال ده مهم جدا، لأنه يعني كتير جدا من الناس بينظروا لمكتبة الإسكندرية دي مش دون أن يعرفوا القصة، قصة الأصل النشأة بتاعتها في القرن الثالث قبل الميلاد. وتوضيح هذه الفكرة بيوضح الفلسفة وراء إنشاء المكتبة الحديثة. المكتبة الحديثة بتخلق صلة ما بين الماضي والحاضر، وتجعل الذاكرة التاريخية للمجتمع المصري حاضرة في ذهن الزائر وفي ذهن كل من يأتي إلى المكتبة وكل من يقرأ فيها وكل من يزورها حتى كمقصد سياحي. لأنه المكتبة القديمة كانت يعني منارة فكرية وثقافية وتعليمية في مكتبة الإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد، عندما سقطت أثينا وأصبحت يعني فيها حروب وفيها نزاعات، فالفلاسفة والمفكرون والعلماء انتقلوا من أثينا إلى الإسكندرية وجاءوا واستقروا هنا، وبدأ يظهر في التاريخ عصر جديد. يعني حتى يعني من الناحية السياسية كان الإسكندر الأكبر العصر بتاعه خلاص يعني أصبح يعني منتهيا، وكانت الأسكندرية موجودة، هو اللي بناها وهو اللي أسسها. فبدأ يظهر العصر اللي سمي في التاريخ بالعصر الهيلينستي أو العصر اليوناني الروماني، اللي هو هذه الفترة من تاريخ مصر فترة مهمة جدا، وكانت الأسكندرية تقريبا هي العاصمة الثقافية للعالم كله، لأن كل الفلاسفة والعلماء جم وتركزوا في الأسكندرية وبنوا مكتبة الأسكندرية القديمة، اللي هي كانت يقال يعني أنه كان فيها حوالي 900,000 كتاب، وكانت بتتم تزويد الكتب فيها من خلال العلاقة بالمراكب التي تأتي إلى الأسكندرية، فيأخذون الكتب اللي موجودة مع البحارة في المركب وينسخوها ثم يرجعوها مرة ثانية اليوم، فتبقى المكتبة هنا مليئة بالكتب. فضلا عن ذلك المكتبة دي لم تكن مكتبة كتب فقط، وإنما كان فيها مفكرين وفلاسفة وعلماء. يعني احنا نتكلم على أبيقور، نتكلم على أرشميدس، نتكلم على يعني ناس كتير جدا أساميهم معروفة في التاريخ كانوا موجودين في مكتبة الإسكندرية. فطبعا من العصر يمر كده والمشكلة دي هذه المكتبة أحرقت من خلال الصراع اللي دار ما بين البطالمة في آخر القرن الأول الميلادي، وبدأت الـ يعني في العصر الحديث ظهرت فكرة إحياء المكتبة القديمة، لأنه هنا يبتدي الربط ما بين الماضي والحاضر، وهذه مسألة مرتبطة بالهوية. أن أنت لكي تؤسس لهوية شعب من الشعوب فأنت عليك أن تخلق دائما همزات وصل بين الماضي وبين الحاضر، وأنك تجعل الناس الذين يعيشون في الحاضر يعرفون ويتذكرون تاريخهم وأمجادهم السابقة. فطبعا ضمن الأمجاد السابقة لمصر هي مكتبة الإسكندرية القديمة، وهنا يأتي مكتبة الإسكندرية الحديثة أحد الأمجاد المعاصرة للمجتمع المصري. وهنا يعني بقى